Hi there, I and my buddy Joe English are sending our regards. And today we continue to do a general exercise uh, for third year secondary English. Uh, all right. So the first question this is from Jim. General exercise, them in Kitab Jim. Uh, it was very cold, a very cold day in winter. I didn't have a coat and I was freezing. الجو كان شتاء وكان الجو ايه؟ freezing يعني كان very very cold. يبقى سي الإجابة الصحيحة. Number two, the news story about the match missed out the injured player, so there was bias by. التقرير الإخباري اللي جاء عن اللاعب اللي جاء عن الماتش لم يذكر اللاعب المصاب يبقى ده بايس باي ايه تحيز عن طريق ايه اوميشن احنا خدنا انواع التحيز اللي هو البايس في اليونتس الاولى في الكتاب فاذا لما اتعمد ما اذكرش حاجه زي نوت mentioning ذا انجرد بلاير يبقى ده اسمه ايه بايس باي اوميشن يبقى ايه الاجابه الصحيحه بحذف هذه المعلومه ما بقولهاش في التقرير الاخباري يبقى اذا 2 ايه طيب نمبر 3 I took many notes because the uh, lecturer gave a lot of interesting information. The synonym for lecturer, uh, مرادف لكلمة lecturer, هي نفسها إيه teacher. يبقى university lecturer هي نفس معنى كلمة teacher. يبقى C الإجابة الصحيحة. طيب، number four. Uh, Egypt enters teams into many different international. مصر بتخلي الفرق بتاعتها تدخل ايه؟ دولية، tournaments. يبقى tournaments دي دي معناها مسابقات أو competitions يعني. يبقى إذا الإجابة دي. طيب، number five، uh, my sister Marwa is never and always spends a lot of time explaining my homework to me. هو بينفي يبقى ينفي كونها ايه impatient ان هي غير صبورة يعني هو بينفي ان انا واحد بقول ان اختي مروة هي ليست غير صبورة يعني معناها ان هي صبورة يبقى اذا impatient دي لان هي بتعمل معايا كل الواجب وبتشرح لي الواجب الى اخره الاساينمنتس يعني هوم اساينمنتس فإذا بنقول she's not impatient معناها she is patient، إن هي إيه؟ صبورة <applause> فعلا يعني. Alright. يبقى دي الإجابة الصحيحة. طيب، نشوف number 6 بيقول When you want to introduce an opposite opinion, when you are writing, you can say <تصفيق> 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 أنت قلت رأي وأنت بتكتب، عايز تقول والرأي الآخر أو رأي مخالف لي كذا. يبقى on the other hand، زي ما أقول مثلا on one hand uh, كذا أذكر الرأي الأول، وبعدين في رأي مخالف ليه أو عكسه يبقى أقول on the other hand وأذكر الرأي الثاني، يبقى بي الإجابة الصحيحة. طيب number 7: at the top of a tabloid newspaper story there is usually في مقدمة أو أعلى الجريدة اللي هي الجريدة الشعبية هي بقى ايه افوتو لازم بي بي بيستخدموا الصور كتير وسنسيشنال ستوريز عشان يجذبوا الايه القراء يبقى سي افوتو او ايمج يبقى اذا سي الاجابه الصحيحه طيب 8 بيقول when writing a formal report you should be او you should use لما بتكتب تقرير رسمي بنستخدم دايما في الباسف الباسف فورم لان عندنا اللي هو دي لان عندنا الشيء نفسه او الحدث اهم من الشخص اللي عمل هذا الشيء، زي الكتابة العلمية كده بنستخدم فيها الباسيف فويس كتير. اوكي؟ okay. يبقى إذا دي برضو لغة التقارير الرسمية بستخدم فيها الباسيف فورم كتير، يبقى دي الإجابة الصحيحة. طيب نشوف كده ننتقل للسؤال نمبر 9 بيقول uh, which of the following is correctly structured التركيبة بتاعتها صح، الجملة اللي تركيبتها صح، هنلاقي إن هي دي by next year I will have bought a new car احنا قلنا ان باي لما بستخدمها مع زمن مستقبلي على طول بنستخدم زمن المستقبل التام اللي هو تركيبه بقى ايه will زائد have زائد ال pp او ال past participle of the verb يبقى I will have bought a new car يبقى بحلول السنة القادمة هكون قد اشتريت سيارة جديدة يبقى دي الإجابة الصحيحة طيب number 10 Uh, although we are surrounded by these mass-produced devices, this does not mean that their use should be um, implemented in the future. This could be part of an essay about technology. talking about devices, mass-produced does not mean that their use should be, implemented in the future. All right. يبقى ده أكيد هو بيتكلم عن في هذه المقالة عن إيه؟ تكنولوجي. تكنولوجي بشكل عام يعني. طيب نشوف نمبر 11 بيقول The car broke down. The car broke down اتعطلت and I couldn't put my finger on the cause. This means that اللي هي ال... 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 الاصطلاح بقى أو الاكسبريشن اللي هو in italics اللي مكتوب بحروف مائلة اللي هو couldn't put my finger on the cause. دي معناها ايه؟ This means that I يبقى B couldn't know the reason why the car had broke down. يبقى put my finger on the cause دي معناها ما قدرتش اعرف السبب اللي خلى السيارة تتعطل. يبقى B الإجابة الصحيحة. وزي ما قلنا ديت expressions بنبقى عارفينها كده. Couldn't put my finger on the cause يعني I didn't know the reason why this car broke down. I did not work. طيب number 12 بيقول in this advertisement he left out the fact that the flat isn't opposite the Nile to make others buy it for a higher price. This is bias by نفس اللي فاتت بالظبط bias by omission. Okay? يعني هو ما قالش في الاعلام بتاعه ان الشقه آه ما قالش ان هي ليست في مقابل النيل. على اساس الناس تفتكر ان هي مقابل النيل فده عشان ايه عشان يطلب فيها سعر اعلى ويبقى ده اسمه بايس باي اوميشن تحيز عن طريق برضو ايه الحذف او عدم ذكر الحقائق هو تعمد ما يقولش ذا ان ذا ابارتمنت از نوت اوبوزيت ذا نايل يعني ليست في مقابل النيل يعني ممكن تكون في مثلا الصف الثاني اللي بعد الصف اللي مقابل النيل الى اخره يبقى ده اسمه ايه بايس باي اوميشن يبقى سي الاجابه الصحيحه طب ننتقل للسؤال نمبر 13 بيقول: "you should speak in English with native speakers to speak fluently". يجب إن أنت إيه بقى؟ "you should practice" ليه إيه؟ uh, Speaking English with native speakers to speak fluently، دايماً تتحدث مع uh, اللي هم natives أو أهل اللغة عشان لغتك تتحسن. طيب نشوف بعد كده uh, number 14 بيقول: Uh, I can't hear you, please your voice. يبقى بليز إيه؟ raise your voice. لما بقول واحد يرفع صوته يبقى الفعل المستخدم raise. إنما كلمة rise اللي هي دي دي معناها ينهض، يقوم من مكانه إلى آخره. Okay؟ Yes. و arise معناها ينشأ زي مثلا مشكلة نشأت أو حاجة نشأت مثلا this difference uh, arose uh, from such and such practices. وكلمة arouse يعني يثير. Okay؟ طيب انما يعني المهم لو عايز تقول يعلي صوته تقول لشخص يعلي صوته please raise your voice اللي هي C طيب نمبر 15 بيقول um, you your father yesterday uh, the problem was too serious for you to solve alone mm, يبقى اذا ايه you should have consulted واحد بيقول للتاني كان يجب ان انت تستشير والدك لان المشكلة كانت يعني اكبر منك ان انت تحلها لوحدك يعني يبقى you should have consulted ان هي بي الاجابة الصحيحة على اساس ان should زائد have زائد تصريف التالي دي نصيحة في الماضي في حاجة حدثت في الماضي should زائد الفعل مباشرة دي نصيحة في الوقت الحاضر مثلا you should study hard you should مثلا practice well لاعب مثلا بتمرن على لعبة Uh, مثلا You should see your family more الى اخره. ديت وانت بتعطي نصيحه لشخص انما في الوقت الحاضر ونصيحه عن حاجه كان المفروض تعمل كذا مثلا في الماضي او كان المستحسن ان تفعل كذا يبقى You should have consulted with your father because the problem was too complicated يبقى حاجه في الماضي. should زائد have زائد التصريف الثالث يبقى دي الاجابه الصحيحه. شو بقى السؤال number 16 You have to your mobile phone before you enter the meeting. يبقى you have to mute ميوت حط الموبايل على الصامت قبل ما تدخل الاجتماع يبقى كلمه ميوت بالإجابة الاجابه الصحيحه نشوف السؤال نمبر 17 بيقول once i making the cake i'll give you some to taste okay but once i have finished making the cake i'll give you some uh, to taste يبقى هنا القاعده بتقول ان ممكن استخدم مضارع أو present simple وبعدين الجملة التانية future أو أستخدم present perfect والجملة التانية برضه future. ممكن أستخدم يا إما مضارع يا إما مضارع تام في الجملة بتاعت once وبعدين الجملة التانية أستخدم فيها future simple well زائد الفعل. يبقى هنا have finished see الإجابة الصحيحة. طيب 18 بيقول you can't rely on this information it is آه عايز بقول يعني ما يمكنش إنك تعتمد على هذه المعلومة it is inaccurate, inaccurate دي بمعنى غير دقيقة يبقى دي inaccurate غير دقيقة طيب 19 my father always us go to bed early when we have exams يبقى my father always makes us go make زائد ال object وبعدين الفعل من غير do make us go هي الإجابة الصحيحة وطبعا فيها إس عشان الفاعل مفرد سنجلر يبقى makes us go أوكي okay. uh, يبقى سي الإجابة الصحيحة نمبر 20 بيقول uh, which sentence is punctuated correctly بالنسبة للجملة اللي هي علامات الترقيم بتاعتها صح يبقى هنلاقي إن هي دي what amazing news دي حاجة فيها يعني تعجب بحط علامه التعجب. The police have found uncle Adel's car. يعني هذه اخبار عظيمه خلاص حطينا علامه التعجب وطبعا وات في الاول ال W -capital. بعد علامه التعجب بحط ذا يبقى تي capital في ذا وبعدين uncle عادل اليو كابيتال والاي كابيتال اسم علم وبعدين احط بيريد او في الستوب في الجمله الثانيه لان جمله خبرية يبقى اذا دي الاجابه الصحيحه. طيب Uh, number, طبعاً uncle Adel's بحط أبوستر في S عشان دي اسمها possessive S أو S الملكي. طيب 21 بيقول uh, the following is a part of essay. نقرأ كده ونشوف هي جزء من أنهي نوع من المقالات. آآ uh, Stanley Bridge is one of the most famous architectural works in Alexandria. It is 400 meters long and 30 meters wide. من من غير ما نكمل هو هنا بيتكلم على كوبري ستانلي وبيبدا يوصف فيه طوله كذا متر وعرضه كذا متر يبقى ديت على طول ايه ديسكريبتيف ديسكريبتيف اللي هي دي معناها جزء من مقاله وصفيه والمقاله الوصفيه بتصف فيها شخص او مكان او كوبري الى اخر اوكي يبقى الهدف الاساسي من مقالك بتوصف حاجه معينه احد المباني احد الكباري احد الاشخاص الى اخر يبقى دي على طول ديت متاخده من مقاله ايه ديسكريبتيف طيب السؤال 22 بقى بيقول لي uh, when handling the body of an argumentative essay اللي هو الجزء الرئيسي من المقالة اللي هي اللي فيها argument أو persuasive يعني أحياناً بيسموه argumentative uh, on the disadvantages of homeschooling متعلقة بالعيوب أو المساوئ بتاعة التعليم تعليم الأبناء في المنزل we can use ممكن نحن نستخدم إيه بقى C. Those who don't support homeschooling believe that their children are deprived of practicing useful activities at school. يعني الناس اللي هم بيدعموا هم اللي هم لا يدعموا أو لا يعني يحبزوا تعليم الأولاد في المنزل بيقولوا ذلك لأن بقاء الأولاد في البيت بيخليهم deprived of محرومين من Practicing useful activities at school إن يمارسوا عادات مفيدة في المدرسة، يعني يقابلوا زمايلهم، يلعبوا رياضة إلى آخره من هذه الأشياء. يبقى الجملة دي هي المناسبة لو أنا بتكلم في جزء Disadvantages of home عن الشق اللي هو فيه المساوئ تعليم الأولاد في المنزل. بنحرمهم من إن يمارسوا أنشطة مفيدة في المدرسة. طيب كده خلصنا الجزء الاول بتاع الفوكابول جرامر نشوف كده الريدنج لطفيه النادي was born in Cairo in 1907 to a government official father yeah, لطفيه النادي ولدت وكانت ابوها موظف حكومي and a devoted mother وكان لديها ام يعني تحبها و Uh, devoted معناها يعني مكرسه حياتها للاسره يعني. Her magnificent achievements have opened doors for female pilots throughout the entire Arab world. يعني انجازاتها العظيمه فتحت الباب للطيارين من النساء في العالم العربي. Not long after it opened, لطفية النادي decided to join the Cairo Aviation School. يعني قررت التحق بمدرسة القاهرة للطيران in order to learn to fly عشان تعرف ازاي تطير بالطيارة her instructor realized she had great potential والمدرس اللي كان بيدرس لها الطيران ادرك ان لها عندها يعني a potential يعني مهارة او قدرة عالية and after less than 70 days بعد اقل من 70 يوم of training من التدريب she earned her pilot's license حصلت على رخصة الطيران. <coughs> uh, consequently, نتيجة لذلك from September 1933, at the age of 26, she was officially allowed to pursue her dream of flying. Uh, سمح لها إن هي uh, يعني ت, 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 تمشي وراء أو تحاول تحقق حلمها في الطيران uh, وهي عندها 26 سنة. Okay, which she claimed made her feel free. وده خلاها تشعر ان هي حره يعني بالحريه في الطيران يعني. If becoming the first Arab female pilot in history was not enough كانت تعتبر هي اول يعني طياره من النساء في الوطن العربي. لطفيه النادي ميد نيوز حتى لو ده مش كفايه هي ايضا حققت او ظهرت في الهيدلاينز العناوين الرئيسيه للصحف mara only a few months after getting her license بعد, uh, الطيران, she became the second woman in the world to fly solo when she entered a race from cairo to alexandria solo means alone uh, Lotfiya's determination to achieve her dream is something many pilots admire today كان عندها determination اصرار انها تحقق الحلم بتاعها وده شيء مقدر من الطيارين اليوم her struggle to overcome the difficulties such as paying for her flying lessons by working at the airport قدرت إيه تتغلب على صعوبات كتيره عن طريق ان هي اشتغلت في المطار عشان تقدر ك يعني في الاستقبال عشان تقدر تدفع دروس الطيران Is part of a documentary about her life that can gozmin a film that has gili on Hayata called Take Off from the Sand, al Min made in 1996. Lotfiya Inadi died at the age of 95 in 2002. But her life story will continue to inspire other Arab women to accomplish their goals. بتعمل الهام لغيرها من النساء العرب ان هم كل واحده تحاول تحقق الحلم بتاعها او الاهداف بتاعتها. طيب نشوف بقى اول سؤال 23 uh, this text is about ال النص اللي احنا قريناه ده كان عن ايه؟ سي uh, the inspirational determination of one woman يعني ازاي اصرار احد النساء ده بيعمل الهام للاخريات ان هي اصبحت اول طياره واحده بتطير يعني الى اخره يبقى سي طيب 24 the sentence which best summarizes the final paragraph is البراجراف الأخير اللي احنا قرناه من شوية ايه الجملة اللي ممكن تلخصه هنلاقي ان هي دي even though this woman is no longer alive we can still learn a lot from her طبعا عرفنا اللي قطيع نادي توفت عن عمر ناس 95 بالرغم ان هي غير حية دلوقتي على ليست على قيد الحياة لكن هي مصدر الهام لغيرها من النساء طيب السؤال بعد كده 25 بيقول um, لطفيه النادي's achievements يبقى A helped other Arab women to become pilots انجازاتها uh, ساعدت النساء الاخريات انها تصبح او تعمل في مجال الطيران يبقى ايه الاجابه الصحيحه السؤال 25 A. طيب 26 بيقول uh, لطفيه earned her pilot's uh, license Before she was 30 years old، قبل ما توصل سن 30، لإن إحنا قلنا في القطعة كان عندها لسه 26 سنة، 26. Uh, she was 26 when she uh, was permitted or allowed to fly. يبقى سي uh, الإجابة الصحيحة. طيب، آخر سؤال في القطعة 27 بيقول: لطفية النادي made the headlines uh, يبقى for flying alone in a race. بي. لأن طارت بمفردها. في احد السباقات اللي كان من الكايرو تو الكسندريا يبقى فلاينج alone او فلاينج سولو زي ما ورد بالنص في القطعه يبقى بي الاجابه الصحيحه ننتقل لقطعه الريدنج الثانيه بيقول archaeologists working at the ancient site of Tunis Heraklion have made a remarkable new discovery العلماء الأثريين اللي بيشتغلوا في موقع تونس هيراكليون اسم مدينة يعني عملوا اكتشاف مهم جدا they have found baskets filled with fruit dating back to the 4th century BC وجدوا سلات من الفواكه تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد Before the city disappeared under the sea in the second century BC, قبل ما تختفي هذه المدينة وتغرق تحت المياه, في القرن الثاني قبل الميلاد, hundreds of ships had been visiting Thomas Heracleion. Uh, كان في عشرات uh, أو مئات من السفن تزور هذا الميناء every day, كل يوم, and it was Egypt's largest port. وكان أكبر ميناء في مصر on the Mediterranean على البحر المتوسط. The city had been forgotten until it was explored by a French archaeologist, Frank Godio, in the year 2000. والمدينة ديت نسيت لكن تم تذكرها مرة أخرى لما جاء العالم الآثار الفرنسي فرانك غوديو بدأ يكتشف أشياء هناك كان ذلك سنة 2000. Although archaeologists had raised many large statues and metal objects from the sea at Tonis heraklion before this، برغم إن علماء الآثار قدروا يرفعوا أشياء معدنية و large statues تماثيل كبيرة من هذا الموقع، موقع المدينة ديت قبل كده، جوديو said that he thought the discovery of the basket was incredible. لكن العالم الفرنسي جوديو قال إن اكتشاف سلات الغذاء في من هذا الموقع كان اكتشاف لا يصدق يعني. This is because fruit does not usually last for very long. ده بسبب ان الفواكه ما بتقعدش فتره طويله. However, although metal and stone statues are more valuable، وبالرغم من ان التماثيل والاشياء المعدنيه اكثر قيمه، يعني قيمتها اكبر، Uh, كقيمتها المادية يعني everyday objects such as a fruit basket لكن الأشياء العادية بتاعت كل يوم زي سلة فواكه can often teach archaeologists a lot more about people in history حاجات زي سلة الغذاء دي بتعلم الأثريين أو علماء الأثار حاجات أكتر عن الناس اللي عاشوا في ذلك الوقت For example, historians learned what the Romans ate after finding bread dating back to 79 AD. مثلا المؤرخين عرفوا الرومان كانوا بياكلوا ايه لما لقوا مثلا bread اللي هو الخبز يعني يرجع الى سنه 79. AD يعني ما انو دوميني يعني بعد الميلاد. When the volcano Vesuvius erupted لما البركان Vesuvius ده انفجر او ثار and covered the town of Herculaneum in rocks and ash, Similarly, uh, archaeologists learned what people ate in Britain in around 2000 BC after finding a spoon that had been buried with food in, on it. وبعدين علماء الاثار قدروا يعرفوا الناس في بريطانيا كانت بتاكل ايه سنه 2000 قبل الميلاد لما لقوا في احد اكتشافاتهم معلقه فيها القليل من الطعام مدفونه بجوار احد الاشخاص. The basket at Thomas Heraklion was filled with grape seeds. كانت السلة الفواكه ديت موجود فيها البذر, البذر بتاع عنب بذور العنب and the fruit of a dome palm tree والنوى uh, بتاع البام تري اللي هو البلح يعني the, they probably survived because they had been kept in an underground room. الحاجات دي فضلت لأنها كانت موجودة في غرفة تحت الأرض. Um, uh, yes. In the next 10 years, في غضون ال 10 سنوات اللي جت بعد كده, a lot of more of Tannis Heraclean will have been discovered. يعني سيتم اكتشاف اكثر اشياء اكثر عن هذه المدينه. In fact, Godio claimed that only 3% of the site had been explored so far. و قال ان 3% فقط من هذا الموقع تم اكتشافه. Consequently, archaeologists will probably be finding more uh, many more inspiring objects in the future. هيجدوا اكتشافات مثيرة أيضا في المستقبل. طيب نشوف السؤال 28 بيقول Uh, from the text find the expression that means make it possible for someone اللي هي open doors for بحنا شفنا في القطع open for, uh, opened for, uh, doors for يعني فتحت الباب لي okay رنا في القطع قبل كده يبقى دي, دي معناها uh, uh, يعني made something possible okay طيب نشوف تاني يبقى اذا ايه الاجابه الصحيحه made it possible او make it possible معناها open doors for طيب سؤال 29 بيقول what is the main idea of the passage اللي احنا قريناه دلوقتي ايه ايه الفكره العامه بتاعته B an exciting discovery in Egypt تم اكتشاف شيء مثير في مصر حاجات ترجع لمدينه تونس هيراكليون الناس كانت بتاكل ايه الى آخر طيب السؤال نمبر 30 بيقول: the underlined word erupted in the second paragraph is similar in meaning to exploded، احنا قلنا وين ذا volcano erupted معناها exploded يعني انفجر او ثار بالحمم البركانيه. يبقى ايه الاجابه الصحيحه. طيب السؤال 31 بيقول: Tunis Heracleion uh, يبقى C was an ancient Egyptian fort city. دي كانت مدينه قديمه ساحليه او ميناء قديم في مصر على الميديترينين او البحر المتوسط، اذا سي الاجابه الصحيحه. طيب سؤال 32 بيقول: the baskets discovered in the site of Tanis Hiraklan were filled with fruit dating back to يبقى the 4th century BC. دي يبقى كان البذور العنب اللي كانت موجوده في في سله الفواكه اللي تم اكتشافها في هذا الموقع يعني ترجع الى القرن الرابع قبل الميلاد. بي سي دي معناها before Christ او قبل الميلاد، يبقى دي الإجابة الصحيحة. طيب 33: historians learned uh, what the Romans ate due to finding، عرفنا إن الرومان uh, أو المؤرخين يعني عرفوا الرومان كانوا بياكلوا إيه uh, يبقى finding bread dating back to 79 AD. وجدوا الخبز اللي هو كان يرجع إلى سنة 79 بعد الميلاد. يبقى دي bread هي الإجابة الصحيحة. طيب سؤال 34. According to the article, which of the following is incorrect? خلي بالك رأس السؤال بيقول إيه الجملة اللي تعتبر غير صحيحة وفقا للقطعة، يبقى هو عايز إيه الجملة الغير صحيحة، يبقى لازم نقرأ رأس السؤال كويس. فهنا هنلاقي إن B: there was bread in the basket at Thomas Heraclium. يعني ان هم وجدوا خبز في الباسكت طبعا ده غير صحيح بالنسبه للميناء بتاع تونس هيراكليس هم كانوا وجدوا بذور العنب اللي هو seeds اوف جريبس ولقوا كمان بام تري اللي هي ذا بيتس اوف ذا بام تري او النوى بتاع البام تري البلح يعني اوكي او ديتس اوف ذا بام تري طيب يبقى اذا بي جمله المطلوبة يعني اللي هي الحاجة الغير صحيحة وفقا للقطعة يبقى بي هي الإجابة المطلوبة. طيب نشوف سؤال 35 آخر سؤال على القطعة بيقول the underlined word this in the second paragraph refers to يبقى refers to إيه بقى؟ هنلاقي إن هي the astonishing discovery of the basket fruit. بيقول لك لما شافوا أو اكتشفوا الباسكت this is because the fruit does not usually blah blah blah. يبقى this معناه اكتشاف الباسكت اللي كانت موجوده في توماس هيراكي. كده يبقى احنا خلصنا الجزء بتاع الريدنج اوكي يبقى المره الجايه ان شاء الله في next فيديو هنعمل الجزء الخاص translation. فتابعونا ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب.